النجوم المذهلة، تصنيفات النجوم وخصائصها في الكون. مقدمة. لطالما أسرت النجوم مخيلتنا وألهمتنا بجمالها وضيائها وغموضها. من التألق الحارق للعملاق الأزرق إلى التوهج اللطيف للقزم الأحمر، تأتي النجوم في مجموعة مبهرة من الأحجام والألوان والتركيبات. وفي هذه الحلقة سنتعمق في تصنيفات وخصائص هذه الأجرام السماوية، لنعرض التنوع المذهل الذي يجعل من كل نجم أعجوبة فريدة من نوعها في الكون. واحد. التصنيف النجمي. يتم تصنيف النجوم بناء على درجة حرارتها وحجمها ولمعانها، ممن يمنحها نوعا طيفيا مميزا. نظام التصنيف الأكثر استخداما، نظام مورجانا كينان NP، يصنف النجوم إلى 7 أنواع رئيسية: O B A F G T W N. يوفر نظام التصنيف هذا إطارا لفهم الاختلافات بين النجوم، ويساعد العلماء على دراسة خصائصها. اثنان. نجوم من النوع O، عمالقة المجرة. النجوم من النوع O هي الأكثر ضخامة والأكثر سخونة في الكون. تعمل الأشعة فوق البنفسجية المكثفة على تأين الغاز الموجود في محيطها، مما يؤدي إلى إنشاء سدم انبعاثية مذهلة. تحترق هذه النجوم الضخمة بوقودها بسرعة، وتدوم عادة بضعة ملايين من السنين فقط قبل أن تنفجر على شكل مستعرات أعظمية مذهلة. ثلاثة. نجوم من النوع B، مضيئة وساخنة. تتألق النجوم من النوع B بشكل مشرق مع إشعاع أزرق أبيض، وتشتهر بإنتاجها القوي للأشعة فوق البنفسجية. تميل إلى أن تكون أكبر وأكثر سخونة من شمسنا، وتضيء سماء الليل بأناقة. على الرغم من أنها أقل كتلة من النجوم من النوع O، إلا أن النجوم من النوع B لا تزال قصيرة العمر نسبيا. أربعة. النجوم من النوع A، المشعات الثابتة. النجوم من النوع A لونها أبيض مزرق، وتبلغ درجة حرارتها أكثر من 7500 كلفن، وهي أكبر وأكثر سطوعا من شمسنا، ولكنها أصغر حجما وأكثر خفوة من النجوم من النوع O و B. تتمتع هذه النجوم بعمليات اندماج نووي مستقرة وطويلة الأمد، مما يجعلها مثالية لدراسة تطور النجوم.
5. النجوم من النوع F، النجوم المنفردة. النجوم من النوع F لها لون أصفر أبيض وتنبعث منها ضوء ساطع، تتمتع هذه النجوم المشابهة لحجم شمسنا بعمر أطول ويمكن أن تظل مستقرة لمليارات السنين. تعمل بعض النجوم البارزة من النوع F كمركز للأنظمة الكوكبية، ومن المحتمل أن تستضيف كواكب خارجية صالحة للحياة. ستة. نجوم من النوع G، قزمنا الأصفر. تنتمي شمسنا إلى فئة النجوم من النوع G. توفر هذه النجوم، المعروفة أيضا باسم الأقزام الصفراء، الظروف المثالية لدعم الحياة كما نعرفها. تتميز النجوم من النوع G بأنها مستقرة وتمتلك مجالا مغناطيسيا وقائيا، وتتألق بوهج أصفر دافئ، مما يجعلها حيوية لفهمنا لصلاحية النجوم للسكن. سبعة. نجوم من النوع P، العمالقة الحمر. تبعث النجوم من النوع P ضوءا دافئا باللون البرتقالي والأحمر، وهي أكثر برودة قليلا من النجوم من النوع G، وهي تميل إلى أن تكون أكبر حجما وأكثر سطوعا، وتتراوح أعمارها من عشرات الملايين إلى بضعة مليارات من السنين. تظهر العديد من النجوم من النوع P تقلبا، مما يجعلها موضوعا مثيرا للاهتمام للدراسة في الفيزياء الفلكية النجمية. ثمانية. نجوم من النوع M، الأقزام الرائعة. النجوم من النوع M، والتي تسمى أيضا الأقزام الحمراء، هي النجوم الأكثر عددا في الكون. إنها صغيرة وباردة، وغالبا ما تظهر لونا أحمر عميقا، على الرغم من كونها خافتة. فمن المعروف أن بعض الأقزام الحمراء تستضيف كواكب خارجية، مما يجعلها نقاطا ساخنة محتملة للمساعي الفلكية المستقبلية. خاتمة. يساهم التصنيف النجمي وفهم خصائص النجوم بشكل كبير في معرفتنا بالكون. من النجوم الضخمة من النوع O إلى النجوم القزمة من النوع M، يحمل كل نجم رؤى فريدة حول تطور النجوم وتكوين الأنظمة الكوكبية وإمكانية الصالحية للسكن. ومن خلال كشف الأسرار الموجودة داخل هذه الكائنات السماوية، فإننا نعمق فهمنا للكون ومكاننا فيه. لذا دعونا نواصل التحقيق في سماء الليل بتعجب، حيث تلهمنا النجوم لاستكشاف أسرار الكون.
شكرا لكم جميعا للمتابعة وحسن الاستماع. وإذا كان لديكم أي أسئلة فلا تترددوا لطرحها، وللمزيد من التفاصيل عن هذه الحلقة أو أي حلقة من حلقاتنا على قناة الدروس المفيدة فبإمكانكم زيارة موقعنا الموجود في صندوق الوصف، وإلى اللقاء في حلقة جديدة.